صباح عليكم مرة تانية، ودلوقتي خلونا نروح للمياء حمدين ونعرف منها أسعار العملات والذهب. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا أحمد وعلى كل السادة مشاهدي. صباح الخير يا مصر في كل مكان. مشاهدينا دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة. دولار أمريكي سعر البيع فيه 19.70 والشراء 19.63، اليورو سعر البيع فيه 19.20 والشراء 19.12، جنيه استرليني سعر البيع فيه 21.22 والشراء 21.13، فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.73 والشراء 19.65، اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.74 والشراء 2.73، ريال سعودي سعر البيع فيه 5.24 والشراء 5.22، دينار كويتي سعر البيع فيه 63.55 والشراء 63.28، وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 5.36 قرش والشراء 5.34 قرش. ودلوقتي نروح نتابع متوسط أسعار صرف أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق النهاردة 955 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق 1114 جنيه للجرام، عيار 24 1273 جنيه للجرام، وأخيرا جنيه الذهب سعر السوق النهاردة 8912 جنيه. بعد كده نكمل مع أحمد باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا لمياء.